السيد رئيس المكتب التنفيذي، السيدات والسادة ضيوف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، السيدات والسادة أعضاء المكتب التنفيذي، السيدات والسادة أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، السيدات والسادة ممثلو الهيئات الحقوقية والجمعوية والمدنية، ممثلو وسائل الإعلام، على بركة الله وبسم الله نعلن عن انطلاق أشغال الجلسة الأولى من المؤتمر التالي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. فمرحبا بكم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وخير ما نفتتح به هذا العرس النضالي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الحاج النفذي. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. وهي ترحب بكم اليوم في هذه المحطة النضالية من أجل تجديد أهم هيكل في الجمعية وهو الرئاسة والمكتب التنفيذي. ومن أجل التحضير لهذا اللقاء اليوم، عقدت اللجنة التحضيرية مجموعة من الاجتماعات، وقبلها كانت اجتماعات مكثفة من طرف أعضاء المكتب التنفيذي. حقوق المرأة، أشكركم جميعا وأهنئكم أيضا في المسيرة الخضراء والذكرى هذه الغالية علينا جميعا، وكل عام وأنتم بخير. آثار الربيع العربي بقيادة شجاعة دون نزف أي قطرة دم كما حصل بالدول الأخرى، ونشيد بالتطور في مجال حقوق الإنسان والتوقيع على غالبية المعاهدات الدولية بمجاله بوجودكم على هذه الدعوة الكريمة، والتي تعبر عن مساندتكم للشعب السوري في محنته الكبيرة. وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في مؤتمركم الثالث وفي مساركم الحقوقي البناء، والسلام عليكم. إنهم يرتكبون الجرائم بحماية الغرب، لأن الغرب في جوهره عنصري ولا يعتبر الإنسان في بلادنا إنساناً ذا حقوق كما هو الإنسان في مجتمعاته. نعلم أن الشعب المغربي الشقيق هو المساند والداعم دائماً للشعب الفلسطيني وقضيته، ونتمنى من الله العلي القدير أن يتم عقد مؤتمرنا القادم في عاصمة دولة فلسطين بالقدس الشريف، ليرفرف العلم المغربي بجانب العلم الفلسطيني. ودعمكم في مصر ولكم المظلومين، ولكم جزيل الشكر والإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عندها بزاف، كاين صين فان، كاين أولا في إطار الفترة اللي حنا تكلمنا عليها واحد مدة كبيرة ديال كورونا، تعرفوا أن الأمور كانت توقفت، والأنشطة اللي درنا كانت إما بتمويل من الأطر والمناضلين، وهذا الشيء راه وراه الإشارة ليكم اللي بغا نصيفطوا للبارلمان، بغا يجي يشوف بحال ديك المساعدات اللي شرت ليها قبيله اللي دارت الأمور الغذائية ومسائل ديال التعقيم. الجزء الآخر يتعلق بمشاريع، المشاريع اللي درناها سواء مع منظمة إيركس أو مع القطاعات الحكومية، هذا الشيء تتعرفوا هذه سبونسور كيف يمشي الأمور. إذا كان مال عمومي أولا، بالإضافة لأن الجهة المانحة تخصك تقدم لها واحد التقرير، وتخص تقرير ديال الهيئة، كذلك تقرير محاسباتي ديال خبير مدقق الحسابات. هاد الملفات كاينين، جميع المشاريع اللي درنا اللي بغا يجي يطالع عليهم غادي نوريهم، ما كاين حتى شي مشكل. تنفيذي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة الانتدابية الممتدة ما بين سنة 2017 إلى 2021، لأن أعطي الكلمة الأخيرة للسيد الرئيس. أعلن عن استقالتي، ما سخيتش، عن استقالتي واستقالة جميع عضوات
وأعضاء المكتب التنفيذي، وأدعوكم جميعا إلى حفل شاي، وبعد ذلك سيتولى الأخ سيدي ياسين سير جلسة ثانية إن شاء الله.